Hello guys, welcome to today's lesson and let's start learning some new words. If you need to ask someone what do you want to eat for lunch, if he is a man or boy, you will ask him انت عايز تاكل ايه على الغدا؟ انت عايز تاكل ايه على الغدا؟ انت you عايز want to تاكل eat ايه what على for الغدا. انت عايز تاكل ايه على الغدا؟ انت عايز تاكل ايه على الغدا؟ انت عايز تاكل ايه على الغدا؟ And if she a woman or girl, you will ask her, انت عايزة تاكلي ايه على الغدا؟ انتي عايزة تاكلي ايه على الغدا؟ انتي you عايزة want to تاكلي eat ايه what على for الغدا lunch. انت عايزة تاكلي ايه على الغدا؟ انت عايزة تاكلي ايه على الغدا؟ And he or her will answer you, I want to eat rice and chicken and some salad. If he a man or boy will answer you, أنا عايز أكل رز وفراخ وشوية سلطة. أنا I عايز want to أكل eat رز rice و and chicken فراخ و and شوية سلطة سلط. أنا عايز أكل رز وفراخ وشوية سلطة. 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 And if she a woman or girl, she will answer you, أنا عايزة أكل رز وفراخ وشوية سلطة. أنا I عايزة want to أكل eat رز rice و and فراخ chicken we and شوية سلطة salad. أنا عايزة أكل رز وفراخ وشوية سلطة. أنا عايزة أكل رز وفراخ وشوية سلطة. أنا عايزة أكل رز وفراخ وشوية سلطة. Okay, please repeat with me. انت عايز تاكل ايه على الغدا؟ انت عايز تاكل ايه على الغدا؟ if she a woman, انت عايزة تاكلي ايه على الغدا؟ انت عايزة تاكلي ايه على الغدا؟ انا عايز اكل رز وفراخ وشوية سلطة. انا عايز اكل رز وفراخ وشوية سلطة. If she a woman, أنا عايزة أكل رز وفراخ وشوية سلطة. أنا عايزة أكل رز وفراخ وشوية سلطة. I will say it fast. أنت عايز تاكل إيه على الغدا؟ أنت عايزة تاكلي إيه على الغدا؟ أنا عايز أكل رز وفراخ وشوية سلطة.
أنا عايزة آكل رز وفراخ وشوية سلطة. The translation of Egypt in Egyptian Arabic مصر. مصر. Most of the names of countries in Egyptian Arabic are pronounced almost the same as they are in English, except for Egypt, because Egypt in English is a word of pharaonic origin. But in Arabic, it's pronounced مصر. 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 So if you need to ask someone, when will you come to Egypt? If he is a man, he will ask him, انت هتيجي مصر امتى؟ انت هتيجي مصر امتى؟ انت you هتيجي the letter h is added at the beginning of the word when we talk about the future, just like will. هتيجي 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 come to مصر Egypt امتى when انت هتيجي مصر امتى انت هتيجي مصر امتى If she is a woman, you will ask her, انت هتيجي مصر امتى؟ انت هتيجي مصر امتى؟ انت هتيجي مصر امتى؟ And him or her will tell you the same answer. No different in this answer. انا هاجي مصر أول الشهر الجاي أنا هاجي مصر أول الشهر الجاي أنا I هاجي will come to مصر Egypt أول at the beginning of الشهر months الجاي next أنا هاجي مصر أول الشهر الجاي أنا هاجي مصر أول الشهر الجاي. Please repeat with me. أنت هتيجي مصر إمتى؟ أنت هتيجي مصر إمتى؟ If she is a woman, أنت هتيجي مصر إمتى؟ أنت هتيجي مصر إمتى؟ أنا هاجي مصر أول الشهر الجاي أنا هاجي مصر أول الشهر الجاي More fast أنت هتيجي مصر إمتى؟ أنت هتيجي مصر إمتى؟ أنا هاجي مصر أول الشهر الجاي This was the end of today's lesson. If you benefited from this lesson, Please subscribe to the channel and press the like button and wait the next lesson. And goodbye.